ما أصاب العراق بعد 2003 من تخاطر وتساجل وانكماش وتجاذب أطراف الصراع. أنا أقول أطراف الصراع، حتى الكتل التي تشكل الحكومات المتعاقبة هي كانت متصارعة على المغانم وعلى السدد وعلى الوزارات، وأغلبها تملك أجنحة مسلحة، والأخرى تملك هيئات اقتصادية، والأخرى تجر المنافع لنفسها. لكن بالمقابل لا، الأجهزة الأمنية نجحت إلى حد كبير. أستاذ سعد، أنت تشاطرين الرأي بقولي أن نعم. العراق صاحب فضل على كل دول العالم بيد أن أجهزته الأمنية نجحت في كبح جماح ومنع التنظيم من المرور إلى دول أخرى بعينها. التنظيم لو أنه نجح في العراق لأقام دولته وبسط سيطرته ونفوذه على أفريقيا الوسطى وعلى القرن الأفريقي وعلى أوروبا. فرنسا تحتل مرتبة الصدارة من حيث تواجد السلفية الجهادية، تونس من حيث الدول العربية هي الأخرى تتصدر المشهد، لا أقول كدولة، أقول كتواجد وككثافة سلفية جهادية. لذلك الأجهزة الاستخبارية نجحت، يعني فقط قسد سلمت العراق قبل نحو 4 سنوات أكثر من 1550 من أصبحوا مجرمين، لا نقول متهمين، من مجرمي التنظيم. محكمة الكرخ الأولى والثانية والثالثة نجحت في محاكمة بضع عشرات من الآلاف من الذين تورطوا بالدم العراقي وممن تورطوا، وهذه تسمى عادة بالجرائم التكميلية، بمعنى جريمة يخطط لها في الخارج وتنفذ في الداخل. لذلك لدينا قضاة مكافحة الإرهاب في محكمة تحقيق الكرخ الأولى والثانية والثالثة، نجحوا إلى حد كبير في تفكيك هذه المجاميع الإرهابية. لذلك هؤلاء القضاة لديهم قدرة على تشخيص الغث من السمين وتبيان الإرهابي من عدمه، وهذا ما اكتسبته هذه الخبرة نتيجة التحقيقات التي كانت تحقيقات معمقة وفق أولا أصل إخبار وفق أدلة مادية وأدلة ملموسة، فضلا عن الأدلة الفنية التي تتضافر اتجاه أي متهم تثبت إدانته أو تثبت إحالته إلى القضاء. لذلك أعتقد العراق يحتل مرتبة الصدارة في مكافحة الإرهاب وقوة الدلالة، والعراق يعتبر لا زال يعتبر خزان تانك، أكبر تانك للمعلومات عن التنظيم. العراق زود دول بعينها من أسماء الرباعية مع الصور لمواطنين تلك الدول لإلقاء القبض عليهم حال وصولهم لهذه الدول بعد انكسار التنظيم فيما يسمى بدولة التمكين إبان عام 2016 و15 وما تلاها. لذلك الآن التنظيم هو تنظيم محلي ولا يوجد فيه مقاتلون من المهاجرين سواء كان عرب أو أجانب. لذلك أعتقد التنظيم الآن يمر بحالة فلتريشن وحالة تنقية وتصفية من قبل الأجهزة الاستخبارية. جهاز المخابرات الوطني نجح في اختراق التنظيم سواء كان في عقر داره في بعض الدول أو حتى هنا. أعتقد أن التنظيم ماضي إلى الاندثار، لكنه لن ينتهي تماما لأنه تنظيم عقائدي قطعا بذلك.